رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين مع ضيفنا اليوم احمد تونس. اكيد مجموعه من الملفات باش نحكي فيها بخصوص النادي الافريقي، وكما قلت اي انسان من النادي الافريقي سواء رئيس النادي عبد السلام اليونسي والا اللي قاعد يتكلم توا سامي المقدم يحب يوضح اي نقطه من النقاط اللي حكى فيها الاستاذ احمد التونسي، مرحبا، يطلب حق رد في كل وقت. باهي، وصلنا للجامعه التونسيه والانتخابات نتاع النادي الافريقي. وصلنا للجامعه التونسيه لكره القدم ومحاباتها لهذه الهيئه. انا هكا نسميها. كيفاش محابات؟ ما نقولنا عاد، فما محابات واضحه تو كي ما تنفذلوش حكم بانهاء المسار الانتخابي واحد، فما محابات. تو نعطيك سي دي اي علاش بالبوان بالبوان. ما نقولنا حكايه تلقين المسيرين اللي كيفاش نشكيو بالكنوت. باش تكون هي سبور بعد باش كيما زعما نحميو الهيئه هذيا. عندنا ما عندنا زاد رفض تنفيذ احكام قضائيه، صحيح ولا؟ عندنا زاد رفض تنفيذ حكم تاع هيئه نفاذ المعلومه، صحيح ولا؟ مازال عندهم تو الاجل ثور لي 4 ايام باش ينفذوه، نترقبوا زاد التنفيذ ما يسالش. اي جديد الجامعه التونسيه لكره القدم قبلت قائمه اسميه للهيئه المديره للنادي الافريقي بعنوان الموسم الحالي. القائمه الاسميه هذيا تعطى دون اي اساس قانوني. كيفاش كي باش تعطي قائمه اسميه نتاع هيئه مديره؟ عندك حل، وبيا تكون مفرزه عن انتخابات محضر جلسه انتخابيه، او جلسه عامه خارقه العاده فيها مثلا المنخرطين صادقوا على هيئه تسيير اعمال. نحن ما متفاهمين اللي قاعدوا زوز وللهيئة منحلة وقلنا راه معاينة وكذا، هما ما همش موافقين في من الناحية. يعني كيفهم هو؟ سامحني باش نزيدك من أبعد، أنا مش حتى معناها حتى الإجراءات القانونية اللي كانت وقت قاعس وهما ما عملوهاش. تعرف ايش قمنا نحن؟ مشينا لرئاسة الحكومة، الكاتب العام برئاسة الحكومة، وأعلمناه بأنه الهيئة هذه راهي هيئة منحلة، جبنا له الاستقالات الكل وهزينا له الحكم القضائي اللي عاين الانحلال. ينجموا ما يتقبلوش الاستقالات؟ والله لو كان ما مشاوش في الانتخابات وقصوا عليها بعد تنقولوا هكا. هما تو سي راهي تعرف من عجائب الدهر. كي تبدا معناها حاجه انتهت، موضوع منتهي ذي، معناها انحلت الهيئه المديره ومشينا في انتخابات وبعنا انخراطات وجلسه عامه اولى وفما قائمه تقدمت وطاحت وبعد تقول لي معناها والله لا الهيئه مش منحله. تي سامحني، ما علاش مشيت بالك الهيئه تاعك من 4 سنين، انت علاش عملت انتخابات تو؟ خاطر الهيئه تحلت. بالك شي هيئه تسييريه اللي قدموها للجامعه. صحيتك، انا نمشي معاك اني نجم يكون هيئه تسييريه، اما الهيئه التسييريه راهي مش هكاك في الهواء. يلزم فما جلسه عامه، يلزم مخرطين يصدقوا لك، يلزم تقدم روحك المخرطين تقول لهم هاي سيدي فلان وفلان، سي اسلام وسي احمد تونسي سي اكس سي جريك، هذوما راهم مش يسيروا الاعمال خاطر نحن راهم ما فماش حتى واحد. هذا ديما حسب قانون اساسي النادي الافريقي. طبيعي، اي حسب قانون اساسي النادي الافريقي، حتى حسب قوانين الجامعه. كيفاش انت تقبل عليها هكاك؟ معناها انا نجم نمشي نصب تو نقول راني رئيس النادي الافريقي ومعايا ليست. عندك فكره على سامي اللي تبعثت؟ عندي فكره، مثلا نعطيك حاجه لك انت، مثلا بعثت اسم سي محمد بريدة، السيد هذا استقال ويعيش في الولايات المتحده الامريكيه وما في علموش اصلا اللي اسمه موجود. هاي حكيت معاه؟ تواصلت معاه؟ نجم ناكد لك هذا من غير نقول لك حكيت معاه ولا توصلت معاه. شكون اخر من الاسامي؟ فما برشا اسامي مظهر لي زاد نحى اسم الغير مستقيل الوحيد اللي قاعد معاه. يظهر لك والا نحى؟ نحى الاسم نتاعو من القائمه اللي قدمت الجامعه. ما عليناش في هذا، نحن تعطينا الجامعه توصي كره دم باش تقبل عليها كي. هو انا شنو الاساس انت؟ هو انا كانت عندي معلومه اللي ماهوش فيها حمزه الوسلاتي الليستا، فما شكون مقرب جدا من حمزه الوسلاتي اكد لي موجود اسم حمزه الوسلاتي في الليستا. بون، حمزه الوسلاتي قال في فوت 24 وقت تكلم قال اسمي مش موجود. لا ما قالش مش موجود، قال ما حبوش يمدوا لي الورقه نشوفها، ما قالش مش موجود، هذا اللي قال. على كل حال نحن ما ناكدوش وننفيو في الحكايه هذه، اما ناكد لك باش ناكد لك حاجه اللي هو قدم اسامي اللي ماهيش ما تمش انتخاب موجود فيها مجدي الخليفي ايضا موجود خير محجوب. من باش نبدا صادق معاك، ما قايدتش لسامي انا اللي اعطاني المصدر نتاعي، ما قايدتش لسامي، اما اللي لفت انتباهي موجود سامي المقدم. انا نقول لك اللي لفت اللي لفت انتباهي بالضبط هو اسم محمد بريدة، الراجل ما يعيش جمله في تونس والراجل ما في علموش جمله، حطوا له اسمه. واللي يلفت الانتباه اكثر كما قلت لك المحابات نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم. انت كان معناها انا نبعث ورقه للجامعه نقول لهم راني انا هيئه مديره نادي الفريق تقبل عليا ويلزمني محضر جلسه يا اما انتخابيه يا اما جلسه عامه صادق لي فيها المخرطين على القائمه الاسميه، خاصه اللي ماهيش نفس القائمه مثلا اللي تم انتخابها 2018. هاي نمشي معاك انا ما بعد تقول لي انت راهو ماهيش القائمه نتاع 2018 ماهيش هي بيت. شنو معناها كيفاش تم التحوير هذا على انا اساس؟ ما عندنا حتى جواب. معناها الجامعه التونسيه قبلت بالتدليس الواقع وتزويره
الجامعة التونسية لكرة القدم هذول قبلت بهذا. قلت لي قبل هيك تلعبت بزوز انتخابات الجامعة النادي الافريقي. اي اي كيفاش؟ تو شوف كانت عندنا شكوك وبدات تولي عندنا قرائن، بدات تولي عندنا حاجة في القانون يسميوها بداية الحجة. بداية الحجة الأولى مثلا على انتخابات 2018 توفى بعد 4 أيام كما حكيت لك، لأنه عملنا مطلب نفاذ المعلومة في الأخر توي جاء بأنه خذينا قرار ملزم بأن الجامعة التونسية كرة قدم تمكننا من الشهائد العلمية نتاع سي عبد السلام اليونسي نتاع سي حمزة الوسلاتي بصفتهم الوحيدين اللي مازالوا ما استقالوش معناها من شهادتهم العلمية اللي قدموها عام 2018 للجامعة التونسية كرة قدم وبالتحديد لجنة الانتخابات بها. الجامعة التونسية كرة قدم ما نفذتش منذ المطلب الأول إلى غاية الساعة ومازال عندها 4 أيام باش تنفذ القرار الملزم تو، وكي ما تنفذش يولي بداية حجة على أنها قامت بالتلاعب في انتخابات 2018. وهذا شنو ينجر عليه؟ هذا ينجم ينجر عليه ماك تعرف فما مبدأ الناس كل تعرفه ذهول، ما بني على باطل فهو باطل. وهذا ينجر عليه أني فما تورط الجامعة التونسية كرة قدم على الهيئة هذية في أمور ونعتبرهم معناها يحتلوا في النادي الإفريقي بطريقة غير شرعية. الجامعة تحتل في الإفريقي بطريقة غير شرعية؟ لا نحكي الناس هذوما شكون الناس هذوما؟ الهيئة هذه بمحاباة الجامعة تنسيكم بهم بشكون قاعد يقبل عليهم في يقول قائل عليش الجامعة عامل الحماية هذا الكل للكلوب الهيئة انت الكلوب. خلينا نمشي وساعة انتخابات 2020، انتخابات 2020 بيدها راي فما معلومات تقول اللي سي محمد علي البغديري نجم يكون الشهادة متاعو نتاع سيد أحمد. ديما نحب كي تحكي لي ما تقول ايش فما معلومات، نحب مؤكد ولا مش مؤكد معناه. شوف انا راني كي نتكلم نبحث قبل ما نتكلم. مثال شاب نعطيك الامر يراجعوه مثالش جاء القانون، نجم يكون راهو غاب عليهم ما يكون في حسن نية، اما وقت اللي تتاكد اللي بدون بحث تاكد للسيد اللي انت ما عندكش شهادة العلمية اللي تخول لك وتقول له جيب لي ورقة اخرى بعد هو يجيب ورقة يتضح بعد اللي هي ماهيش صحيحة ما عليناش في هذا. فما الامر سيدي عدد 2139 لسنة 2009 ومؤرخ في 8 جويلية 2009، نجم تحط تلوج عليه في الانترنت. الامر ذا يتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وشروط تنظير معناها يتسمى بالضبط شروط تنظير الشهادات ومؤهلات التكوين المهني الاساسي والمستمر. دونك الامر هذايا السلم الوطني للمهارات هذا هو يعني الاطار المرجعي للشهادات، يحط الشهاده اللي يقدمها انا بحثت فيها بعد قدمها سي محمد علي البغديري اللي هي مساعد تقني في صادره عن معهد الاحصاء، ينظرها مؤهل التقني المهني هذا نتاعو، ينظرها مع البكالوريا المهنيه ومع البكالوريا وتجي في المستوى الثالث. هاك الكاميرا نساش ما نعرفش كانت نجم توصلوا لها ولا معناها تبان نساش نشوفوا خليه معناها الورقه هذيك معناتها الشهاده نتاع معناها تو انا عندي جامعه تونسي كره قدم نظمت لي زوز انتخابات 2018 2020 لزوز فيهم مشاكل. أنا بعد الابحاث نلقى زوز فيهم مشاكل. معناتها الشهاده نتاع محمد علي البغديري كانت نجم تقبلها الجامعه من غير حتى من غير تقول جيب لي كيفالونس. هذا حسب شنو؟ حسب الامر اللي ورته لك هذا حسب القانون بقوه القانون. واضح؟ هي النقطه هذه كانت غايبه عليه محمد البغديري؟ كانت غايبه عليه. مو انا بحثت خاطر وليت نبحث تو خاطر ريت ملي وليت نشك في انه الجامعه قاعده تحابي في الهيئه هذيا وليت نبحث في كل شيء وبديت نلقى وقاعد نلقى كل يوم قاعد نلقى في حاجه جديده. تو كيما قلت لك تو مازلنا نحكي على قائمه اسمها درك كيفاش قبلوها وتو هاني نلقى اللي في الفيلم. علاش الحمايه هذه وعلاش التعامل هذا بين الجامعه هذا اللي باش نوصلوا له راه باش توتر باش نوصلوا له مادام قاعدين نبحثوا ما نحبش نعطي قراءه. انا راني محامي كان نبداو قاعدين مش في راديو تو نقول لك انا شنو فهم، اما نحب ما يبدا موجود معناه ما نقول شنو فهم كان ما يبدا موجود عندي في يدي ادل. اما نحب نهنيهم اللي بديت نعرف بدات الرواية كاملة تظهر معناها شنية العلاقة بيناتهم ويبدو انه العلاقة لصيقة جدا به. حاجة اخرى جامعة تونسية كرة قدم فرضتها على الاندية ومش مفروضة من عندها هي، مفروضة من عند الفيفا. حاجة جديدة راهو ما فما حتى نادي في تونس ينجم يتسجل ويلعب بطولة الا ما يقدم تقارير مالية مصادقة عليه. نحن هنا الناس كلنا نعرفوا الهيئة المديرة بتاعنا ما قدمتناش حتى تقارير المديرة باش نصادقوا عليها نحن ولا مصادق عليها في الجلسة العامة بالطبيعة. لا يقول مصادق عليها البلاغ نتاع الجامعة باش نبدا معناها دقيقة مصادق عليها نجم يكون صادق عليها هي يمكن جا بالك قصة يبارك شي قدمت اي هذاك علاش انا تو نحكي هكا ريت كيفاش دقيق انا معاك اما علاش ما يوريونيش نحن راهو من حقنا كمنخرطين نعرفوا تسيير نادي الفريق كيفاش يتم وتصرف في اموال نادي الفريق. راهو نحب نذكر الناس اللي نادي الفريق عندها تمويل عمومي
وتعرف كيبدا عندها دينار واحد تمويل عمومي راهي تعتبر الاموال الموجوده واللي يسيروا فيها كل مال عمومي. وتعرفش معناها عبد يختلس مال عمومي او يسيء تصرف في مال عمومي او يعمل خطا فاحش ما نجمش يعملوا عاد اخر معناها في مال عمومي شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه برشا اثار، ترتب عليه اثار قانونيه معناها خطيره برشا. هنا مازال ما ثبتش حتى خطا ولا حتى حادث. سامحني ملف لدو كامرونيه مش خطا فاحش، انت كتبت تسير تنجم ترتكب اخطاء اما ما تنجمش ترتكب اخطاء فاحشه. خطا فاحش هذا هذا يعتبر قانونيا خطا فاحش. موضوع مو التسيير، مو التسيير فما انك تقوم بحاجات صحيحه وانك تقوم بحاجات غلطه. اما فما حاجات تتسمى اخطاء فاحشه يترتب عنها اولا مدنيا حاجات انت اذا كان انت ترتكب غلطه كبيره راه تتحملها انت شخصيا، ما تحملهاش النادي، تحملها برا تتخلص وانت من فلوسك مليار و600 اذا كان انت تعمل غلطه كبيره من الحجم هذايا معناها. تو طبيب يجي باش يعني يشق يشق على العين يشق على الانف ما يعتبرش خطا فاحش؟ هذا اخلاقيا ولا قانونيا؟ نحكي قانونيا، انا نحكي تو في القانون المدني وتحب تو كي نجيبوا زاده سوء النيه كي نزيدوا نثبتوا سوء النيه نوليو نحكيوا على القانون الجزائي. وسوء النيه راه مش انا مطالب باش نثبتها، البحث يجيب، تعرفها كلمه البحث يجيب؟ كان نحطوا شكايه نحن ونبحثوا الناس الكل. انتوا باش تحطوا شكايات في الموضوع هذا؟ بالطبيعه راهو قاعدين تحضروا فيه، قاعدين نحضروا في ملف كامل خاطر فما في بالي شكايات تصبت في هيئه مكافحه الفساد وقت اللي كان فيها شوقي طبيب. ما نعرفش مآلاتها وين صارت، نحن نحبوا ساعه قبل ما نحطوا شكايات نشوفوا اش صار قبل خاطر كان تحط شكايه معناها تم تشكي بها سابقا تحفظ للتعهد المسبق معناها خاطر فما تعهد سابق دونك تحفظ. دونك يلزمني انا قبل ما نحط شكايات نثبت في الشكايات القديمه وقاعد ديت في الاتصالات باش نشوف شنو كانت مشكلات شنو قديمه شنو عليه الخطا الفاحش. انا قلت لك مدنيا اذا كان نثبت ان الخطا الفاحش وهو ثابت انا حسب رايي ساهل مدنيا نجم نطالبوا شخصيا العباد اللي قامت بالعمليه هذه نطالبوهم في ممتلكاتهم بالاموال اللي تدفعت هذه ما تدفعهاش نادي الفريقي تدفعها انت خويا من املاكك ومن اموالك هذايا مدنيا. وجزائيا اذا اثبتنا سوء النيه انك انت عملت الشيء هذا عن سوء نيه وعن قصد باضرار معناها النادي الافريقي فانه يصبح تبديد للمال العام. باهي ما جاوبتنيش على السؤال، علاش الجامعه توفر الحمايه للنادي الافريقي؟ هاني باش نجاوبك على السؤال هذا ان شاء الله نجاوبك عليه قريب يا اسلي. انا قلت لك وصلت للمراحل المتقدمه باش نعرف علاش الجامعه تحمي في الناس هذوما، اما كي نوصل بالوثائق راني باش نتكلم كيما تعرف. باهي مازال خمس دقائق قبل الفلاش بورس نكملوها في موضوع الاكاديميه ومازال النقاط القليلين خليهم نص ساعه الاخيره. باهي موضوع الاكاديميه فيه قلنا اربع حاجات غير عاديه واعلنت عليهم انا في فيديو في الفريقي بوان كوم اللي هي حق استخدام العلامه لمده خمس سنوات بصفه حصريه وعندها اعطاوا الحق للكعكي هذا المعاقد نتاعهم اسمها شركه الكعكي انها تدخل طرف ثالث معناها في بلاصتها تجيب طرف ثالث من غير لا النادي الفريقي نجم يقبل ولا يرفض من غير حتى المراجعه المسبقه معناها تقول لي راه شكون معناها هذه حاجه غير عاديه. طرف ثالث معناها شي عم معناها طرف ثالث اون فاج هكاك تكريلو نقولوا الاكاديميات تبيع له ولا نجم تجيب لك اي حد تو الكعكي بالعقد اللي صحته معناها النادي الافريقي والنادي الافريقي ما عندهش الحق حتى باش تقول لي وهذا نعتبره حاجه غير عاديه وفي القانون واللي تحب عليه يسال اي رجل قانون حاجه غير عاديه انت كي تكري محل على الاقل تحط له به. الحاجه الثانيه عطات للاكاديميه هذه حصريه الانتداب معناها نحن النادي الافريقي ما عادش نجموا نجيبوا حتى ملاعب كان ما يتعدى على الاكاديميه وراو ذكروا كلمه الانتداب خاطر تو نسمع في برشا كلام راي ريتها مصطلح الانتداب موجود في العقد وراو مصطلح اقتصادي الانتداب ما نقولش ضم مثلا اللاعبين نقول انتداب اللي هو ممنوع بالقانون انك تدب ملاعب اقل من 18 معناها الكلوب باش تاخذ ملاعب من الاكاديميه نتاع الكلوب تدفع فلوس للاكاديميه باش تاخذ ملاعب اذا كان يقول انتداب نفترض جدلا انه ينجم ما يحط شيء ما يمنعه شنو يقول بالضبط الفصل؟ يقول انتداب انه الانتداب الحصري يكون من 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 الاكاديميه الكعكي هذه النادي الافريقي ما تنتدب في صنف المدارس معناتها الكل يجيو كان من الاكاديميه هذه بالفلوس هذا لا يقول انتداب ما نقولش بالفلوس اما انتداب المصطلح الموجود هو مصطلح انتداب ما كانش كان ينجم يكون مصطلح ضم وقتها نحكي معاك اما كريت مصطلح انتداب حتى شيء ما يمنع الكعكي باش يخرج لك فاتوره بعد يبيعك بعد يعطيك 10 ملاعب يقول لك ال 10 ملاعب هذوما يتكلفوا 10 ملايين تفضل خلص النقطه الثالثه الهيئه هذه اسدت ملعب خويا في الحديقه بدون موافقه المسبقه نتاع البلديه عطات ملعب للكعكي من 8 تاع الصباح ل 8 تاع الليل ما نجمش النادي الافريقي يستغله ولا حتى يحط فيه حد من النادي الافريقي يسيقه اكثر من هيك ما اكثر من هذا الملاعب الاخرين كي يبداو متفاضيين السيد هذا ولا الشركه هذه عندها الحق تستغلهم ما نعرفوش كيفاش زاد يعطيه الشيء هذا معنا بدون موافقه المسبقه. الحاجه الرابعه اللي المخطره بالحق هنا لازم تسمعني مليح الكعكي هذا عطاوه
فمعناها عطاوه الحصريه نتاع والالزاميه نتاع انه الاصناف الشابه للنادي الافريقي ترتدي الازياء اللي وفرها هو. واضح. الاصناف الشابه كلها نتاع النادي الافريقي ترتدي الازياء نتاع الاكاديميه به. واعطاه للكعكي الحق في انه يعمل اشارات كما يحب. تقول لي انت بالك عطاوه يوافقوا ولا ما يوافقوش بدون حق للموافقه للرفض. نحن ما عندناش حق باه. تقول لي انت بالك خاطر فيها فلوس كيف شيء يدخل اشهار عندك نسبه مثلا بدون اي نسبه. تعرفش معناها هاي العباد ما يتخاف والعباد ما يتهمون. قبل تذكر قبل كلمتني قلت لي يا استاذ اخي انتم تدخلتوا في حكايه عقد الاشهار بتاع القطريه وما شنو. قلت لك اكدت لك اللي انا ما عندي حتى دخل مانيش سوبرمان انا باش ندخل. ولكن ريتوا الفصل هذايا ينجم الكعكي يجيب لك علامه منافسه للاصناف الشابه بتاع نادي افريقيا للمستشار نتاعك الرئيسي ويعمل لك مشكله معاه. باهي خلينا نقصك وما تنجمش تقولوا لا خلينا نقصك شويه باش نعمل شويه كلمه. ما فما حد من هيئه نادي افريقيا اي يقول قائم من وقتاش اكاديميه يجيبوا اشهار؟ من وقتاش تحطوا اشهار على الملعب نتاع الاكاديمي؟ انت علاش تعطيه الحق الساعه باش تقول انت لا؟ خلينا نقول لك علاش تعطيه الحق خاطر انا موفر لي 200 مليون زايدين في العام. خلينا نكمل مسيرته وبعدها نقول الكلوب كان دخل 300 مليون من الاكاديمي ولا دخل 500 مليون من الاكاديمي في العام؟ وليت سي خي ما بداش هو العقد كيفاش ولا توقع العقد موش هذا حسب سامي المقدمه توقع العقد فيها 10 شهور مش وليت ولا باش تولي مش هذا الاشكال معناها. باه باه باش نعطيك حاجه اللي كنت تقول للساده المستمعين وقت اللي خرجت انا خرجت لي كاتبوان هذوم الهيئه المنحله هذه بعثت لي خاطر ما خديتش زاد الاذن باش نسميه بعثت لي مع زميل باش يتفاعل معايا في حكايه الاربع نقاط وشنو كانت الطلبات نتاعو. هو قرا العقد وراجعني جاي يحكي معايا ساعه تناقشنا فعلا الاربع نقاط موجودين ولا اكدهم لي اللي هم موجودين ساعه وهو قرا العقد. باه الحاجه الثانيه قالوا لي شنو مقترحاتك وراو المعاقد نتاعنا ما يحبش على المشاكل وما يحبش على معناها الاعلام وكذا واحد. دونك انا كي كان لاحظت وبعد لجبت الموضوع المره الاولى ما عاودش حكيت فيه في بالي فما تفاعل ايجابي من طرفه. قالوا لي اذا كان تحبوا نعملوا تعديلات ولا اذا كان تحبوا نعملوا ملاحق ولا اعطينا مقترحات. انا الراي نتاعي كان واضح قلت لهم راو العقد كله قابل للمراجعه هذا عقد يتفسخ وريت الطريقه نتاع الاكاديميه تحبوا معناها تحبوا راي لافي نتاعي انا احمد التونسي كرجل قانون هاي سيدي تعمل خويا كل راس شروط واضح فيه شروط كنت واضحه وتضمن فيه حقوق النادي الماكسيموم واضح وتتحصل زاده على الموافقات المسبقه نتاع سلطه الاشراف ونتاع البلديه ونتاع كل شيء. تبدا انت ديجا عندك من اللي يعمل لي حطيت كل الشروط تبدا عندك الموافقات وتعمل طلب عروض. علاش كعكي وعلاش مش غيره مثلا علاش اكس بالك هو الوحيد اللي تقدم وشكون قال هو الوحيد؟ انت عمل طلب عروض وخلي يشوف بالك تجينا عروض خير. نحن تقول انت خاصه 100 مليون بالك تجينا مليار وزوز مليارات في العام صحيح ولا واثنين بالطبيعه النقاط الاربعه هذوما مش باش يكونوا موجودين في كل الشروط خاطر انا نعتبرهم معناها اربع نقاط ما يحميوش حق النادي. واضح به. وكان يحبوا يكذبوني زاد انا مستعد أي موجود اي حد يحب يتدخل ديما نقولها ونعاودها مرحبا به يطلب حق ذد. فلاش بوث مع فدوى وبعد راجعين مكملين في بلاي حتى ما تلثون.